مناطق سياحية بالمدينة خاصة بتباع منطقة عنجر اللي فيها أثرات مهمة اللي كمان فيها تنوع طبيعي. أحلال لكن نروح عند ماهر حرب. تفضل. أنا بدي أحكي لكم قصة، نحب القصص، أعتقد كلنا بنحب القصص، أعتقد كلنا نحب القصص نحن وصغار أكثر، بس نتذكرهم أكثر، بيأثروا فينا أكثر. رح فاجئكم فيديو صغير، ما عندي نفس الإمكانيات، بس هيدا الشاب اللي فيه عملي بس تفرجوا على هذا الفيديو وبعدين تفضلوا. شوفوا طبيعة لبنان بعدين حبيتوها، عم تشوفوا ناس مبسوطة وكرم، هيدا كان حلمي أنا وصغير حققته من سنة. أنا اسمي ماهر حلو، أنا بعمل البيت هلا بهالضيعة اللي اسمها نحلا، وين بديت معظم مصروفي بالويكند من بعد المدرسة، طلعونا أهلنا لفوق، وقتها تركت لبنان أنا وشاب من بعد المدرسة لأروح أتعلم بفرنسا. إذا بدي شيء معلق في هالمناظر وهيدي الخبرة اللي كنت أعيشها بالضيعة، فأنا عم بتعلم وما كنت عارف عم بتعلم وشو بدي أعمل، بس كنت عم جرب ترافيك حالي توصل مطرح ما كثير من الشباب ما بيعرفوا وين رايحين من الأول. فقررت إنه أنا يوم من الأيام قررت إنه أنا لازم نبش على نوع من السعادة، سعادة نفسية، سعادة داخلية. اكتشفت بعدين إنه إذا واحد ما كان سعيد باللي عم يعمله والفيلم اللي عم يعمله ما بيقدر يكون سعيد مع الأشخاص اللي بتحبه والأشخاص اللي بتحبه، فصار هيدا هدف الحياة، صرت عم نبني شو لازم أعمل. وهيدا الصورة شو هو كان حلم عندي إياه أنا وصغير، بتذكر وقت أنا وجدي وبيي كان عنا كرم نطلع نقطف عنب لنعمل عرب. أنا بالحرب توفى بيي بالتسعين، ونحن ثلاث شباب أنا اللي بدير بيناتهم، وترحت على فرنسا كمان كنت عم جرب أفهم شو اللي صار معنا. الحرب طبعا اثرت علينا بطريقه جربت اتخلص منها، فانا وقت فليت من لبنان هربت من جنوب، بس بعدين اكتشفت انه ما فيني اكون سعيد الا ما ارجع على هيدا الارض. هيدا الارض بتمثل بهالضيعه، بس ذكرياتي انا عشتها، الذكريات الموجوده عندي اللي بعد بقدر احس بهي فيها وبحس بالتربيه اللي عشتها. هيدا حكي من القلب عم بحكيه، مش عم خاطر لكم الخبريه مظبطة. بقى قررت كان عندي من بعد 27 كنت عايش بفرنسا، كنت مهندس بالكمبيوتر والاقتصاد، قررت ارجع على لبنان اترك كل شيء واعمل هيدا الكلام. بقى فجايكم الفيديو لتشوفوا الفاينل ريزالت، حفاجئكم شوي وقت رجعت على لبنان كيف بلشت الخبرية. هيدي شقفة الارض صورتها ما كثير بتعمل كثير قصص، بس هي الشقفة اللي تركنا اياها بيي. وقت رجعت على لبنان طلعت شفتها، هي صغيرة بتطلع 4000 متر، انا لالي كانت قد الدنيا، بارادايس جنة لالي. فقررت اعمل كرم، وقررت انه بلش اتعلم اعمل البيت. بعد سنة بلشت احضرها للارض، صار تبين اكبر، صار تبين لها معنى اكثر. اوكي بيرفكت. نعم بعدين ظبطتها من
كلها حجاره، بعدين زرعتها انا شخصيا، كنت ازرع لحالي، كنت اول مره، بعدين طلعوا الزرعات كرم، بعدين بلشنا نضيف، بلشوا الاصحاب يجوا، بلشت شارك السعاده اللي انا عم نبش عليها هون. بعدين تعرفت على مدام اللي هي حد بالسور هون اللي موجوده هون. بعدين صار عندي بوينت اللي اسمها سات. سات هو رقم الخاص تبعي. سات كمان اكتشفت انه هو يرمز بعلم الارقام لنفس الرقم تبع بيي ونفس الرقم تبعي. وقت اكتشفت هذا الشيء بدي اسمي شيء له علاقه بهالذكرى لعمل هوماج لبيي سميتها سات لهيدا البيت. هيدا البيت عم بعمله مش عم بعمله بس عم بعمله لاقول للعالم انه انا عم بعيش هيدي الحياه، تعالوا عيشوا معي هيدي القوه بالشغل اللي انا عم بعمله. هلا هون وقت تطلعوا على الوايت على الوايت دي هيدا التيستينج اللي بنعملها، هيدا الانيني، هيدا الكلب، واوقات بيطلع عنا من الخلابه لانه احلى من طبيعتنا بلبنان ما في، بلمنا العالم كله ومدينه، هول هن الصور. بس عم خبركم شوي شو اثر، بعتقد شو اثر علي واضحه، شو اثر على المجتمع، شو اثر على البيئه. انا بتذكر انه كنت اطلع على الضيعه اشوف عالم عم تعمل كسرات وعم تشيل احجار، تاخذ اطراف، كاميونات طالعه من هيك، كنت تحس انه في شيء منه طبيعي، يعني حس كأنه واحد عم يضربني. فبعتقد بهيدي الانيشيتيف عم شارك قد ما في اعطي الهام للشباب يكونوا عم يفكروا بقصص مش بتعطيهم كيف بدي اقول لكم ربح سريع، انما ربح دائم للحياه ولشخصيتهم ولعائلتهم اتسترا. بقى صرنا نعمل ادوات وعشوات بيساعدونا قبل الضيعه، بيعملونا اكل من الضيعه والسلق وكل شيء بيطلع من الضيعه والخواليف والناس، كلها قصص بدها بيئة حاضنة لأنه بدها ترجع تجذب العالم عليها وتستفيد منها وتستكشفها. هيدي هي خبرية سات، ما رح طول أكثر. إذا عندكم أسئلة بليز، أنا بعتقد بعد معي شوية وقت فيكم تسألوني. وبدي أقول شغلة بعد إنه بدي أقول شغلة بس هلا خلص رح أعمل. إذا عندكم أسئلة بليز وميرسي كثير لأنه سمعوا. نحن بالبدرون على ارتفاع 950 متر من سطح البحر على طريق توما بشعر القديم. ضيعه بتوصلوا لها ما بتعرفوا ما فيكم تكفوا منها، يعني يا بتبقوا عنا يا بتغرقوا. هيدا هيدا الحلو فيها. ذكرت شو بدي اقول بس لكم انفقت شوي للسياحي وعلى على على الاقتصادي. قلنا سنه ونص فاتحين على مضبوط. ما في دعم عامل دعايه. مش اوراق انستغرام. تجدد من اول سنه اجى لعندي اكثر من 700 شخص زياره بيمثلوا اكثر من 25 جنسيه. والحلو اللافت انه السنه عم تزيدوا اللبنانيين عم يطلعوا، قبل كانوا اجانب اكثر. بعتقد هيك مشاريع العالم بدها اياها وعايزتها، ان كان للبنانيه وان كان للاجانب، لانه منفرشه صوره اوثنتيك صوره اصليه عن بلدنا والقصص اللي نعرف نعملها. لأنه إحنا بالآخر إحنا لبنان بلد في بحر، بس بحر زين. إحنا أهل جبل، إحنا أهل ضيافة، إحنا أهل طبيعة، إحنا منا أهل تخريب. ليش واين؟ أنا عايش في فرنسا وكنت أشرب النيل وحب النيل. هذا شغف، يعني أنا ما أحكي شوي أكثر عن الشغف الشخصي اللي كبر معي بهالعيشة هنيك للنبيل. بس فيني قلي كمان انه النبيل مثل العرب هو برودوي الارض، هو كان نحن يمكن لبنان من اوائل العالم اللي عملنا نبيل وخسرناه لانه التاريخ تبعنا كان مايج كثير. فبركي كمان نرجع نجدد بالطريقة. السفراء الأجانب خاصة السفير الكوري والصيني يقترحوا على اللبنانيين كثروا صناعة نبيذ لنصدر نبيذ. نحن أرضنا مثل ما قلت أرض خصبة، والعنب عنا بالجبال بيطلع. بقى كمان هي دعوة للشباب بدل ما يهاجروا يقدروا يعملوا هيك مشاريع ما بفتكر الكلفة المادية كبيرة كانت. صحيح، بس خلينا نجاوب على هذا الشيء لأنه مهم. في كثير
كثير ناس بتفكر انه واحد يعمل بيت بدها مصاري كثير وبدها ملايين وبدها واحد يكون. انا صراحه عملت هذا المشروع من مشي من المصاري اللي كنت طلعها بشغلي من الجهد اللي كنت عم حطه من وقت واحد يحط براسه شيء بيوصل بقى بشكل عام ما كلفت كلف طبعا بس ما كلفت اموال كثيره والربح كان سريع بمعنى انه وقت واحد يعمل شغله بطريقه كوست افيشنت يعني ما بيكون عم بيعظم عم بيعمل شغله اوتنتيك مضبوطه وعم بيوصل المساج الصح مش معقول ما تمشي عم بقول هذا الشيء لانه كتيمونياج قلنا سنتين وهالسنتين اقتصاديا للشركه اللي عم تعمل سد يعني هالمشروع ماشي كثير منيح وعم نصدر لبرا اسمه سد سد سبعة بالفرنساوي سد اس او بي تي بس شو التشالنجز؟ نحكينا عن التشالنجز أما كيف في تشالنجز؟ صراحة أنا مش كتير معود أحكي إيه دابل تتذكر تشالنجز ما في شيء واحد ما بيقدر يقدر أكثر شيء تشالنج بلبنان إنه بشكل عام ما في انفراستركتور بتساعد هيك مشان يعني واحد بيكون عن جد عنده انشيتيف بيرسونيل كتير قوي ممكن يصير له عمل آخر يعني لآخر نفس وآخر نفس لازم ياخده هلا ما بيمشي الحال بس بعتقد it's worth the ride يعني الواحد يعمل ما فيني أقول لك إنه كان في شيء هاي كان كل شيء صعب صراحة خصوصا كمساعدات ما في أو حدا يوقف ويقول أنا بدعم هذا الشيء ما في هذا الشيء بينقص بلبنان unfortunately بس بعتقد مع successful story وإذا عالم تكون inspired وتروح لها الشيء بلكي فينا نحن نعمل this initiative تساعد هيك الجيل ماشي